قيصر كاظم الساهر نورت دبي اليوم بحفلة مع الفنانة نجوى كرم. ممكن نسمعك بأغنية لبنانية أو ممكن شي ديو مع الفنانة نجوى كرم؟ يعني ما محضر لها لازم نحضر شيء كان مفروض من قبل، بس يسعدني يعني أنا أحب الفنانة نجوى جدا وأحترمها. رائعة كانت على المسرح، كنا نسمعها صراحة. عدد من الفنانين أنه ممكن يعيدوا أغانيك القديمة، شو رأيك بهذا الشيء؟ ليش لا، إذا كل واحد يحب يغني أهلا وسهلا بي، يعني لا ما عندي أي مشكلة. في سؤال بيسألوا الجمهور، إن ليش فنان كاظم ممنوع يغيروا موسيقتي؟ ممنوع يغيروا طبعا، يعني ما المفروض يسيئوا، يعني لأن أي واحد يغير موسيقى أغنية موجودة ويعيد ما أعرف، يعني الحديثة قصدي، مش في الكلور. لو في الكلور ممكن يعني يعمل شيء إضافة حلوة للا